دي كانت الثيرويد جلاند اللي هي الكونتنت الثالثه من الكونتنتس اوف ذا ماسكولار ترينجل. امال ماذا عن الكاروتيد ترينجل؟ الكاروتيد ترينجل بسرعه دي كان عباره عن سب ديفيجن من الانتيريور ترينجل، كانت حدودها كالاتي: كان ده البوستيريور بيلي اوف ذا ديجاستريك ماسل، ده كان الانتيريور بيلي اتحدوا مع بعض بانترميديت او كومن تندون في الهيود بون، هنا كان السوبيريور بيلي اوف ذا اوموهيود. اذا انترو الانترو انفيريور كانت العضله اللي اسمها دي انترو سوبيريور اللي هي البوستيريور جاستريك، انترو انفيريور اللي كانت السوبيريور بيلي اوف ذا اوموهيود، اما بوستيريورلي فكان الانتيريور بوردر اوف ذا استرنوماستويد. يسموا هذا الترانجل اللي وقع في المنطقه ديت هيسموا فيه كاروتيد تراينجل. ليه سموه كاروتيد تراينجل؟ لان معظم الاستراكشرز اللي فيه او غالبيتها كانت بلاد فيزلز تحمل اسم كاروتيد فيزلز، هنحكي عليها مع البيج فيزلز اوف ذا نيك. اخيرا التراينجل الرابعه من الديريفاتيف او السب ديفيجن اوف ذا انتيرو تراينجل اللي كان اسمها سب منتال تراينجل، من اسمها سب يعني تحت، منتال يعني دقن، يعني تعادى مباشره تحت المندبول في منطقه المنطب او منطقه الدقن. ادي كانت عندي المايلوهيود ماسل، والمايلوهيود ماسل كانت ريليتد سوبرفيشال للعضلتين اثنين. سوبرفيشال هنا مش بمعنى ديب، لا بمعنى انفيريور. العضلتين بتوعنا كانوا ممسوكين في الهيود بون وكانوا اسمهم الانتيريور بيلز اوف ذا ديجاستريك ماسل، كانوا ماسكين في الهيود بون بمين؟ بانترميديت تندون. يسموا الترانجل اللي وقع بين الانتيريور بيلي اوف ذا ديجاستريك تمثل الانتيريور لاترال باوندري والبيس بتاعتها هي الهيود بون، يسموا هذا الترانجل السبمنتال ترانجل. كان الروف بتاعه معمول بسكين وسوبرفيشال فاشيا وخلافه، اما ديبلي او الفلور كان معمول بالمايلو هيود ماسل. تحتوي على ايه؟ على شويه ليمف نودز وبعض من البلاد فيزلز الصغيره اللي كان اسمها سبمنتال فينز اللي اتحدت مع بعض وعملت الانتيريور جاكولار فين. بانتهاء السبمنتال ترينجل هنكون خلصنا الباوندريز اوف ذا باوندريز والروف والفلور اوف ذا ديفرنت سب ديفيجن ترينجولار ارياز اوف ذا انتيريور ترينجل. هنبتدي بعد كده في الدرس اللي جاي نتكلم تفصيل اكتر على البيج فيزلز اوف ذا نيك اللي كانت بتشكل الديب ستراكشرز القاعده. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع جديد في النيك هو البيج فيزلز اللي موجوده في النيك. انا عندنا الفيزلز بتاعتنا اللي موجوده في النيك تشمل الخمسه الكبار الاتيين: سبكليفيان ارتري، كومن كاروتيد ارتري، والبرانشين الكبار اللي خارجين منه انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد، ثم الانترنال جاجولار فين. نتناول كل واحد فيهم بالتفصيل. اي فين او ارتري او نيرف في جسم الانسان لما نتكلم عليهم هناك اربع نقاط اساسيه: البيجيننج او الاوريجين، يشمل مكان الخروج واصل الخروج، واحد اثنين هي الكورس وريليشنز، ثلاثه الترمينيشن او الاند، اربعه كان البرانشز لكل من هذه الاستراكشرز. ناخد رقم واحد السبكليفيان ارتري. احنا عندنا اثنين سبكليفيان ارتري، واحد على الليفت سايد والتاني على الرايت سايد. السبكليفيان ارتري كان خرج من الارش اوف اورتا اللي بنفكركم من السنه اللي فاتت انه كان ماشي بهايند ذا لور هاف اوف ذا مانوبريم استرناي. يخرج الليفت سبكليفيان ارتري من الارش اوف اورتا عند نقطه تقع هذه النقطه ات لايز بهايند ذا ميدل اوف ذا باك اوف ذا مانوبريم استرناي، ويمشي ارشد كورس behind the left sternoclavicular joint، وينقسم الكورس بتاعه الى 3 بارت زي ما هنشوف دلوقتي. ده بالنسبه للليفت سبكليفيان. طيب هنا من نفس النقطه ايضا كان خارج الليفت كومن كاروتيد ارتري. طب ماذا عن الرايت سبكليفيان؟ الرايت سبكليفيان لما جينا نشوف ما هوش خارج من الارش اوف اورتا، ده خارج من برانش ثاني طالع من الارش اوف اورتا اسمه بريكيو سيفاليك ترانك، او له اسم قديم اللي هو النومينيت ارتري. هذا البريكوسيفاليك ترانك كان بيديني رايت كومن كاروتيد بيمشي على خط واحد ان لاين معاه، الثاني هو موضوعنا اللي هو رايت سبكليفيان ارتري اللي خرج من نفس النقطه، يعني خرج من البريكوسيفاليك ارتري جاست بيهايند ذا رايت ستيرنوكلافيكولار جوين ويمشي ارشد كورس تو ذا رايت سايد. الكونتينيويشن بتاعه هينتهي عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ستريب على الناحيتين الاثنين ويكونتينيوز از ذا سبكليفيان ارتري. ده عن الترمينيشن بتاع هذا الارتري. كده خدنا البيجيننج وخدنا الاند او الترمينيشن. طب ماذا عن البارتس؟ مقسوم لثلاثه بارتس.
هو واحد من عدد كبير من الارتريز في الهيد اند نيك مقسوم الى ثلاثه بارتس بواسطه مصل. مين المصل بتاعتنا؟ هي السكالينس انتيريور مصل، هتقسمه الى ثلاثه بارتس سواء على الرايت سايد او على الليفت سايد. الفيرست بارت اللي هو قاعد ات ذا ميديال سايد، يعني من البيجنينج لحد الميديال بوردر اوف ذا مصل، يعني قاعد كله على الميديال سايد اوف ذا مصل. السكند بارت اوف سبكليفال ارتري اللي قاعد ديب تو ذا مصل، ديب في هذا المكان يعني بوستيريور. كلمه ديب مرات تكون بوستيريور، مرات تكون ميديال، مرات تكون سوبيريور، على حسب الاتجاه اللي انا بشاور عليه ديب. فديب عندي هنا معناها بينيس، معناها اندر، معناها بوستيريور تو ذا سكالينس انتيريور مصل. اما الثيرد بارت فكان اللي بيمتد من اللاترال مارجن اوف ذا سكالينس انتيريور مصل سواء كان على الرايت سايد او على الليفت سايد، وبينتهي عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب، ده الثيرد بارت. طيب كده يبقى خلصنا الثلاث نقاط الاولانيين. ماذا عن النقطه الاساسيه اللي هي قال النقطه اللي بعد كده اللي هي كورس اند ريليشنز. الكورس اند ريليشنز اوف سبكليفيان ارتري، احنا عندي انتيريور وفي عندنا بوستيريور ريليشن. بالنسبه للانتيريور ريليشنز انا هاخد البوس ارتريز مع بعض ارسمهم في رسمه واحده، ده الرايت سبكليفيان وده الليفت سبكليفيان. الانتيريور ريليشن للاثنين هنرسمهم ازاي؟ هنقول في عندي ثلاثه سوبرفيشال ستراكشرز. الثلاثه سوبرفيشال ستراكشر كانوا يشملهم السكن والطبقه اللي تحتيه اللي هي السوبرفيشال فاشيا، والطبقه اللي تحت السوبرفيشال فاشيا اللي هي الديب فاشيا. ده كانوا بيغطوا، ناخد الاول الفيرست بارت، دي ريليشنز اوف ذا فيرست بارت، يبقى ثلاثه سوبرفيشال ستراكشرز. تحت منهم ثلاثه ستراكشرز يحملوا اسم استرنو، كان اول واحده كبيره اللي هي استرنو ماستويد، تحت منها اللون اخضر اللي هي استرنو هيويد، وتحت منها اللون الداكن شويه ده اللي هو الاسترنو سايرويد. يبقى ثلاثه استرنو ستراكشرز، استرنو ماستويد تحت منها على طول استرنو هيويد، تحت منها على طول استرنو سايرويد. طيب نسبة بعد كده في عندي ثلاثة ستراكشرز كانت هي عبارة عن فينوس شانلز، كان 1 ارتري و 2 فينز. الارتري هو الكومن كاروتد سواء على الليفت او الرايت. كان الكومن كاروتد ارتري كان مغطي جزء من السبكليفيان ارتري عند بداية خروجه، اذا هو الكومن كاروتد ارتري ريليتد من قدام الفيرست بارت ريليتد للكومن كاروتد ارتري. طيب انذر 2 فيزلز اللي هم الانترنال جاجولار فين، ثم انذر 2 فيزلز اللي هم الفيرتبرال فين. انا عندي الفيرست بارت ريليتد من قدام لثلاثه فيزلز مع بعض اللي هم الكومن كاروتيد والانترنال جاجلر والفيرتبرال، ثم ثلاثه نيرفز. اول نيرف اللي هو كان برانش طالع من السمباثيك ترانك، السمباثيك ترانك كان ماشي ورا الكومن كاروتيد، لكن في برانش منه طالع يربط واحده من الجانجليا اللي هي الميدل الانفيريور سيرفيكال سمباثيك جانجليون، بيلف حوالين الفيرست بارت، مش قادر ارسمه انا هنا في الرسمه ديت. ثم في نيرف ثاني مغطي من قدام اللي هو الفيجاس نيرف. يبقى انا عندي دلوقتي الفيجاس نيرف وبرانش طالع من السمباثيك، برانش طالع من الميدل للانفيريور سيرفيكال سمباثيتيك كانجل اللي اسمها انسا سبكليفيا. كذلك عندي في كاردياك برانش طالع من الفيجاس نيرف معدي على الفيرست بارت، هو بيشارك في تكوين الكاردياك بلكسس. دي كان ثلاثه نيرفز. يبقى الثلاثه ستراكشرز لحد دلوقتي الاستراكشرز السوبرفيشال كان ثلاثه كيوتينيوس ستراكشرز او ثلاثه سوبرفيشال ستراكشرز، ثلاثه ماسلز، ثلاثه فيزلز، وثلاثه نيرفز. طيب ماذا عن السكند بارت؟ السكند بارت اوف سبكليفيان ارتري كان الحاجات اللي ريليتد لهم من قدام، يعني الانتيريور ريليشنز هناخدهم بقى المره دي من تحت لفوق. كان في عندي السكالينس انتيريور ماسل، ادي واحد. اثنين مغطيه معدى عليه من قدام السبكليفيان فين. ثلاثه الاسترنو ماستويد ماسل فقط. هنا بنستبعد الاسترنو هايويد والاسترنو سايرور لان دول مغطيين فقط الفيرست بارت، اما الاسترنو ماستويد فمغطيه الفيرست بارت والسكند بارت. مغطيه يعني ايه؟ يعني ماشي عليه من قدام. ثم نطلع لفوق بعد كده او نطلع سوبرفيشال هنجد الثلاثه سوبرفيشال ستراكشرز اللي هم كانوا بالسكن والسوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا. ديت كانت الحاجات اللي هي الانتيريور ريليشنز اوف ذا فيرست اند سكند بارت. طب ماذا عن البوستيريور ريليشنز اوف ذا فيرست اند سكند بارت؟ الفيرست والسكند بارت كانوا ريليتد بوستيريورلي لثلاثه ستراكشرز طالعين من اللنج اللي هم الابكس اوف ذا لنج مغطياها البلورا، مغطياها السوبرا بلورا الممبرين. ثلاثه ستراكشرز دول كانوا بيمثلوا البوستيريور ريليشن اوف ذا فيرست اند سكند بارت. كده خلصنا الفيرست والسكند بارت. ماذا عن الثيرد بارت؟ الريليشنز بتاعته بوستيريورلي هنلاقيه انه نايم على الفيرست ريب ونازل من تحته اللور ترانك اوف بريكال بلكسس، اما بيغطيه من قدام
من قدام لورا كده بيغطي السبكليفين ارتري والثلاثه سوبرفيشال ستراكشرز اللي هم السكن والسوبرفيشال فاشيه والديب فاشيه. كده خلصنا النقطه الثالثه من النقاط اللي هنك الاساسيه للكلام عن السبكليفين ارتري اللي هي البيجيننج والاند والريليشنز. طيب نتكلم على بعد كده على البرانشز. احنا قلنا ان السبكليفين ارتري ده كان له ثلاثه بارتس. مين اللي حدد الثلاثه بارتس دولت؟ تعالوا نشوف الرسمه ديت. ادي الفيرتبرال كولم في منطقه السيرفايكال ريجون من سي 1 ل سي 7 وتي 1 ثم المانوبرا مستر 9. دي كانت الفيرست ريب. ماسك في الفيرست ريب كان في عندي عضله اسمها سكالينس انتيور ماسكه في السكالين تيوبركل، كانت ميديا لها العضله المشهوره اللي هي من عضلات البري فيرتبرال ماسل اللي اسمها اللونجاس كولاي. فين موقع السبكليفين ارتري هنا علشان نحدد البرانشز بتاعته؟ السبكليفين ارتري زي ما احنا شايفين كان ريليتد للسكالينس انتيور اللي قسمته لثلاثه بارتس. الفيرست بارت اللي هو بيقع ميديا لها، السكند بارت اللي هو ديب لها، الثيرد بارت اللي هو لاترال لها. بيخرج من الفيرست بارت 3 ارتريز، الاهم فيهم هو الفيرتبرال ارتري. يخرج الفيرتبرال ارتري من الفيرست بارت اوف سبكليفين ارتري وهيمر كورس من اربعه بارتس. الفيرست بارت مكان خروجه لحد مكان اختفائه. هيطلع الفيرتبرال ارتري كورس من اربعه بارتس من الفيرست بارت اوف سبكليفين ارتري ويمشي ابورز في تريانجل اسمها فيرتبرال تريانجل. ذكرنا هذا التريانجل من قبل في الميديال ريليشنز اوف ذا سكالينس انتيرور. قلنا ان في كان فيهم الفيرتبرال ارتري مشي في ارضيه الفيرتبرال تريانجل، طلع ابورز لحد الايبكس اوف ذا فيرتبرال تريانجل ثم اختفى. ليه اختفى؟ لانه دخل في الفورامن ترانسفيرسوليوم اوف ذا 6 سيرفايكال فيرتبرا ومشي هيدن كورس، يعني كورس مخفي في الترانسفيرسوريال كانال اللي هي قاعده في الترانسفيرس بروسيسز اوف اول سيرفايكال فيرتبري. هناخده في الرسمه الثانيه كده نبينه اللي هو السكند بارت. بص نبص في الرسمه ديت، ادي الفيرست بارت لحد هنا لحد الفورمن ترانسفيرسوريوم، اما السكند بارت اللي هو امبيدد اللي هو هيدن في قلب الترانسفيرسوريال كانال اللي ماشيه في الفورمن ترانسفيرسوريا اوف اول سيرفايكال فيرتبري لحد ما يوصل للفورمن ترانسفيرسوريوم بتاع سي 1. هيغادر الفورمن ترانسفيرسوريوم سي 1 ويبتدي الكورس الثالث او البارت الثالث من الفيرتبرال ارتري. هيخرج من الترانسفيرسوريال كانال من هذا المكان ويلف حوالين اللاترال ماس اوف اطلس اللي هي سي 1 وينتهي البارت الثالث، يدخل البارت الرابع من الفورامن ماجنم ويمشي على المدلة اوبلونجاتا لحد الانتي اللور بوردر اوف ذا بونز، بيتحد مع اخوه الفيلو بتاعه اللي جاي من الناحيه الثانيه ويعملوا ارتري يمشي في البيز اوف ذا برين اسمه بازيلر ارتري. ودي كانت نهايه الفورس بارت اوف ذا فيرتبرال ارتري. الفيرتبرال ارتري اللي مشي هذا المسار المهم حقيقه هذا المسار بيحميه، لان الفيرتبرال ارتري كان مسؤول عن تغذيه البيت اوف ذا برين اند سباينال كورد بالبلاد سبلاي، فهنا كان بروتكتد بهذه البوني كانال علشان تحميه من الانجريز. وهذا الارتري لو حصل له دامج في الحقيقه هيأثر تأثير خطير على البيز اوف ذا برين والسباينال كورد. وما ننساش الحادثه الشهيره اللي اتصاب فيها الكاتب الكبير نجيب محفوظ لما اللي حاول يقتله قطع الفيرتبرال ارتري واتسحب الفيرتبرال ارتري لفوق وعمل مشكله كبيره هنتعرض لها فيما بعد. ده كان الكورس اوف ذا فيرتبرال ارتري. اما البرانشز بتاعته هناخده بتفصيل اكتر شويه مع النيورو اناتومي. ده كان السبكليفين ارتري والبرانشز اللي خارجه من الفيرست بارت اللي هو الفيرتبرال ارتري. البرانش الثاني كان اسمه سيرو سيرفايكال ترانك، وده كان برانش فيري شورت، الطول بتاعه مش طويل حوالي تقريبا اقل من 1 انش، وكان بيتفرع على ثلاث فروع. ارتري اسمه انفيريور ثايرويد اخذناه مع الثايرويد جلاند، واثنين ارتريز معدين على السكالينس انتيريور سمول ارتريز اللي هم ترانسفيرس سيرفايكال وسوبرا
سكابيلار ارتري. ده كان الايه الفيرست بارت. اما السكند بارت اللي كان خارج ماشي تحت السكالينس انتيريور فكان بيدينا الكوستو سيرفايكال ترانك اللي هيتفرع الى ديب سيرفايكال وسوبيريور انتركوستال، ودول اخدناهم قبل كده مع الثوركس. الديب سيرفايكال سموه ديب سيرفايكال، ده فيري شورت برانش وبيغذي الديب ماسلز اللي موجوده في الفيرتبرال بري فيرتبرال ريجن. اما الثيرد بارت ففي معظم الاحوال ما بيديش برانشز، ولو ادى بيديني برانش صغير بيسموه ديسندنج سكابلر ارتري، واخدناه قبل كده مع الابر الليمب.